الأرقام من 1 إلى 10. مرحبا أصدقاء سبورة.نت. في درس اليوم سنتعلم معا الأرقام من 1 إلى 10، نلون وننشد في آن واحد، فهيا لننطلق على بركة الله. 1. رقم الواحد يا أحباب موجود في كل كتاب، يوجد في أول صفحة بدأ بها كل الكتاب، وكتابته يا صحبة مسألة ليست صعبة، من أعلى نحو الأسفل نرسم خطا يا أصحاب، لن ننسى أن الله أحد واحد متعال، نسأله حسن الطاعة في الأقوال والأفعال. 2. اثنان، أمي وأبي يحفظهما لي ربي. 3. وثلاثة إخوان، سعد، محمود وعلي. 4. عندي أخوات 4، ما أغلاهن علي، ليلى، نجوى، لبنى وسلوى، أحلى من كل الدنيا. 5. أتنعم بحواس 5، هي نعمة من رب الإنس، فبأنفي أشتم العطر، بلساني أتذوق تمرة، وبعيني كم أبصر زهرة، وبأذني كم أسمع طيرة، ويدي قد جعلت للم. 6. 6 هم أصحابي.
7. أيام الأسبوع 7 نبدأها بيوم الجمعة، سبت أحد والاثنين، يقسم أسبوعي نصفين، ثم يكون الثلاثاء، يا صاحبي فالأربعاء، ثم خميس، ثم جمعة، أيام الأسبوع 7. ثمانية أبواب الجنة، فيا رب أرزقنا نعيما في الجنة. تسعة حملتني أمي. عشرة هم أصابع يدي.